بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، معانا الآن مع المراجعة الرابعة، يعني The Fourth Revision، ودي هتبقى آخر مراجعة بالنسبة لنا، لأنه إحنا كده هنعدي حتى المقرر بتاعنا، وبعد كده اتفقنا مع بعض إن إحنا هنجيب مع بعض التركات اللي هي الحياة الصعبة اللي بتوقف كل إنسان في الامتحان، هنشوفها من خلال تعاملنا مع الامتحانات الآتية، ونشوف حضراتكم دخلت الطلبة. الشاشة واضحة عندكم؟ ها؟ حد يرد علي؟ الشاشة وصلت؟ وصلت. تمام. ماشي. مين هيبدأ بالتشوز؟ من سوف يبدأ؟ علياء برضو؟ ماشي، أبدأ أنا برضو. مين؟ رانيا؟ طيب يا رانيا، قولي يا رانيا، تفضلي. I forgot to be D. مش عارف أنا، أنت مالك داخل على المبني المجهول دايما ليه؟ يعني forget. طبعا هنا احنا بي. ايوه كده اهو، يعني دايما بتيجي على المبني المجهول انت ليه؟ الفعل forget ده احنا عارفينه بياتي بعده تو زائد المصدر، وبياتي بعده اي ان جي. forget تو يعني بلس انفينيتيف، بنستخدمه امتى؟ لما يكون انا نسيت او نسيت ان افعل الشيء تماما. لكن اي ان جي لو انا فعلت الشيء ثم نسيت. هو بيقول انا قبل ما انام نسيت ما اطفئ النور، معناها ان هو قام لقى النور شغال، عشان كده بيعتذر بيقول I am sorry. طيب many plans were، خطط يعني، to rescue Abu Simbel temple from being flooded. ايه هتبقى done؟ ايه كلمات انت ما ذكرتيش make ودو يا need. لازم تخلي بالك ان هي هنا بلان دي بتاخد ميد، ما بتاخد ميك، يعني ميك ا بلان. ذاكري كويس ميك ودو. يو كويك اور يو ويل بي ليت. هتبقى بي، ماست بي. تمام. هي ريفيوزد تو ايت ذا فود از ات جيف. In an unpleasant smell. يعني بريد شكل الطعام اللي طالع منه روح ريحة مش كويسة. معناها يطلق. Away. Give off. برضو ما ذكرناش الترم الثاني مشتقات كلمة give. يا اخوانا دي اخر فرصة ليكم ان كنتوا تذكروا. بعد كده مش هتلاقوا وقت، يعني العربي هياخد منكم كل الوقت بعد كده. I have said that wrong thing. I'm terribly sorry for that. فاكرين الحكاية اللي كنا بنقول عليها اللوم؟ فعلت شيء وما كان يجب أن تفعله. تبقى الإجابة إيه؟ ها؟ سي؟ سي هي بس زي نمبر ايه، بس سي لازم يجي معاها تو، لازم ياتي معاها تو، ما فيش تو معاها يبقى لا تصلح. يبقى مين اللي بيسويها؟ صادنت. ده هو بيسموه اسلوب اللوم، بليمينج، ان بلومك، يعني ما كان يجب ان اقول، بلوم نفسي. In the past music was، الموسيقى كانت not influenced by music from other areas. سي؟ individual. individual. لا بي بي. لا انت حضرتك بتقولي بالبركة باين ولا ايه؟ انا مش عايز البركة دي تنفع في الاكل في اي حاجة، لكن البركة في الاجابة ما تنفعش. The boy admitted، لقد اعترف هذا الولد. admitted من الافعال التي يأتي بعدها ING. تمام. Do you know how long is the festival for؟ كلمة بمعنى يستمر ويدوم.
ليست الاتس دي كلها ما تنفعش ولا واحده من دول، اللي هي اهي زي كلمه الماضي بالظبط، بس هنا جايه فعل بمعنى يستمر ويدوم. My sister to hospital last night because she hurt her leg. هاتو هي اللي هتاخذ انت يعني اللي عايزينها مبني المجهول ما تجيبهاش. لا has to لا last night يعني الماضي، يبقى مفيش هاز، يبقى اللعبه بتاعتي في الاثنين دول. ما انا قلت لك هاتو تيك. ما انا قلت لك هات تو تيك، يبقى هي اللي هتاخذ، لكن هي هتؤخذ يعني ان باسيف اللي انت بتختاريها دايما وبتطلع غلط. هات تو بي تيكن يعني كان يجي. لا طبعا هي لازم تؤخذ للمستشفى، هي هتاخذ مين؟ هو ويل بي ذا نيكست ليدر تو ذا كانتري. رول انا واحده اللي هي بي نمبر بي رول رولر الحال يحكم هنا. ماشي يلا يا هايدي. To have made such a terrible mistake. الفكرة معادة يا مستر، أنا الصوت عندي بيقطع. احنا سامعينك بس كويس. جاوبي على 11. لسه جايلها الرانية من شوية، قلت لها واحدة من دول بيأتي بعدها تو. ought not be. ought not. تمام. some have to stand for hours waiting for trains. trains القطارات هنا. عايز يروح عمله مسافة طويلة. نمبر ايه؟ دي كنترولرز ما تنفعش. حفظ الكلمات. ها؟ ايوه نعمة. كمبيوتر. مين؟ بي كمبيوترز. تمام. طيب علي was at my house all day yesterday. You, him, and Alex. دخل على الديدكشن يعني على الاستنتاج. Must have seen. هو علي كان موجود عندي في بيتي، يبقى انت هتشوفه في اسكندرية. Can't have seen. Can't have seen. فكرت. طب انا مش قلت لكم حضروا قبل ما تيجوا عشان انت في الامتحان لازم تفكري. Prepared to help your friends in times of trouble. Prepared يعني مستعد. ها؟ You must prepared. ده must ما يجيش وراها طبعا، هنا تصريف ثالث ولا صفة. Always be. Always be لأنه عندنا be prepared adjective فتأخذ معاها verb to be. منى her umbrella because she knew the weather wouldn't be rainy. طقس لن يكون ممطرا. خلي بالك wouldn't يعني جاي في الماضي اهي. لحظة نمبر ايه؟ needn't have taken. needn't have taken. ها؟ didn't have to take. فعلا didn't have to take يعني هي لم تكن مضطرة إلى كذا لأنها عرفت the weather. طيب the students decided to new sculptures in park.
انا عايز الكلمه دي ايه اللي هينفع معاها دو ولا ميك؟ سهلتها لك اهو. ميك مفيش دو اصلا. طيب يا رب يكون فهمتي. طبعا كانت في ناس هتختار دي كيرف. مش هتنفع طبعا. I regret that your offer hasn't been accepted. ببلغك بخبر من اي البنيلة. I hope it will be accepted next week. انا يعني اسف ان اقول لك. تقريبا ING. تقريبا ده لو انت بتحلمي، لكن دي اجابات. دي ولا دي؟ تو بي توزل. يا ده اكيد رانيا اللي قالت تو بي دي، لان رانيا عندها ادمان في البسف، مش عارف ايه، كله عندها بسف. ريجريت احنا قلنا بيأتي، لسه قايلها من شويه، ياتي بعدها تو زائد المصدر وياتي بعدها اي ان جي. ريجريت تو زائد المصدر، اندم على شيء سوف افعله او اقوله او ابلغك. اي ان جي اندم على شيء بعد ان فعلته. They pushed the car over the edge of the. سهلة دي. هو أنا مش فاهمة edge of، مش فاهمة إيه دي، أو مش فاهمة معنى الكلمة. edge يعني حافة. وبوش، ما عملتيش بوش لعربيتكم قبل كده؟ لا. طيب. تلف اللي هي. أيوة فعلاً زي ما قالت لك نعمة هي. المنقذة نعم. I remember the 2010 World Cup final match. It was fantastic. بتذكر شيء بعد أن حدث. Did you watch it؟ هم اتفرجوا عليك. هم اتفرجوا عليك انت يعني ليه بس. Watching folk music usually in local communities. Develops. طبعا زي ما حضرتك يطور. طبعا develops اللي هي يطور. I study hard for the final exam. I want to get good marks and please my parents. يا رب please my parents your parents تبسطيهم في الآخر، يبقى تذاكري كويس، يبقى الرغبة والضرورة نابعة منك داخليا. هاف تو. مين اللي بيقول هاف تو؟ دي نعمة؟ الضرورة أنا بقى داخليا وليس ضرورة. مش مفروضة عليك. عشان والله حلها ماست. ايوه لا. حلها ماست بتقولها لي هاف تو. أنت أصلا بصيتي جيت الضغط عندي منخفض قلت ارفعه له شوية. لا عشان In which part of Egypt is the oud a common? اللي هو العود يعني. Common ايه؟ العود ده عبارة عن ايه؟ مين اللي عليه الدور؟ احنا عدينا هايدي خلاص. قولي علياء. علياء مش قاعدة شوية. مشيت علياء؟ عارف. طيب. قولي يا نعمة. Instruments. تمام اهي. حتى مش في الويتنج يعني. She had finished her tea already. It was really hot. شاي مولع نار، يبقى هي خلصت. She can't. Can't. This kind wealthy woman has always shown genius. Genius. For the poor. Genuine for the poor. بتظهر ايه؟ كونسير الاهتمام. كونسير
I am sorry for visiting you without permission. I know I مستر كونسيرن مش كونسيرن انا حليتها خطأ. معلش انا لازم اغير النظارة دي عاملة لي مشاكل فضحاني. I'm sorry for visiting you without permission. I know I have phoned you before that. تبقى must. Must هي معاها have phoned. Must بتستخدم في الماضي مفترية. Might لو استخدمت might أو must وراءهم have وتصريف ثالث يبقى هذا يعني تصريف ثالث. Need to لا تستخدم في بعدها have ذا تصريف الثالث. لو كان استخدم كان قال كلمة مش محطش تو لأنه لو كلمة تو هنا ما بتستخدمش في have تصريف ثالث. لكن فيش عواطل معاك غير كلمة بمعنى should. كان يجب علي شيء كان يجب أن أفعله ولكنني لم أفعله. Human have the to in to love. Force. دي في إرغام دي. أيوة force. لا. هي اللي أنت مش زعلانة منها. إن فورس دي القوة والقوات والإجبار والإرغام. لكن الإنسان لديه هنا عنده طاقة وطبعا اللي في طاقة الحب هنا power of love بيسموها أو السلطة. Do you do all these tasks today? Have to. تمام have to برافو. A power is a period when the electricity supply stops. A power station. Power. Station. No. بيقول لك الكهرباء فصلت. الكهرباء فصلت يعني stop. يبقى باور ايه؟ Cut. Power cut. كلمات الترم الثاني. You exceeded the speed limit. تتخطى السرعة المحددة. It's against the law. دي سهلة بتهيالي. انت بتدوري على مص انت مشتاقياها. Needn't. ها؟ Needn't لا. لا طبعا. Can't. Can't هي الإجابة يعني لا يمكنك. لا يمكنك أن تتخطى السرعة. There are some amazing of engineering around the world, both ancient and modern. Works. Works هنا بمعنى ايه؟ أعمال هندسية. هندسية فنية كلام من طبعا هي أعمال هندسية. كلام كويس خالص. طيب have you ever noticed how busy the roads in Cairo are? Especially in the rush hour اللي هي ساعة الذروة ساعة الزحمة في الظهرية. يعني عمرك شفت بقى الزحمة اللي بتكون في القاهرة. Every year more and more cars are using them. عايزين نعرف them عائدة على من. These cars do a lot of harm. بتأذينا. Not only do they disrupt يزعج the traffic but they also cause pollution. Almost every family has a car. Some families have more than one. No wonder you see many traffic jams. Traffic jams all over the city. Perhaps the worst jams are at the city center. These long lines of cars. شمي كلمة دي. Crawling. Into Cairo waste time and money. Every day, precious time is wasted while you are waiting impatiently at the traffic lights. At last, when you reach your destination,
you have every right to feel kind of relief, يعني يتنفس الصعداء زي ما بيقول يرتاح يعني. But soon you face new troubles. هنا طبعا هتكون عندك مشاكل تاني. There is no place to park your car. يعني بعد تسايق عربيتك وبعد ما توصل بيتكم هتلاقي نفسك أو رايح المكان اللي انت تقصده تقع في مشكلة أخرى, إنك لا تجد مكان تركن فيه العربية. In Cairo it is very hard to find parking spaces. It is a problem that causes us trouble by day and طيب كلمة anxiety دي بعدين نشرح. By night. To solve this problem, more car parks should be built just outside the city center. Then the drivers can leave their cars and catch a bus to their offices. Another solution is to build multiply story garage. طبعا هو كلمة متعدد الطوابق يعني. Wide, most straight routes must be built now in place of the old narrow routes. These routes must not pass through the city center. Bypass it, they must not be crossed by other routes. هو طبعا بتكلم على تقاطع الطرق. Can be achieved by flyover bridge. Flyover bridge اللي هي بيسموها الكباري العلوية. It is heartwarming to see such road being built now. Cars, tuk-tuk and cycles shouldn't be allowed on such roads. Let us hope that in the near future, when people rush to work and then back home, the roads will be as orderly as ever and traffic will be flow without hindrance. بدون ازعاج يعني هنا. ونشوف مع حضراتكم مش عارفين اللي موجود معانا هايدي ونعمة ورانيا. علياء مش الثاني. اللي يعرف يجاوب. Car parks should be built. Car parks should be built. لابد ان نبنيها فين؟ Outside the city center. It's not surprising that there are traffic jams because most families own cars. تمام. Most own cars. كلام زي الفل. Which of the following does the busy suggest for new routes? ده اقتراح ذكرى من أجل الطرق الجديدة. Building flyover bridge. اللي هي بناء الايه؟ الكباري العلوية. اهي نمبر دي. Traffic jams are usually at their worst when cars are more and more. No. يعني بيكون ازدحام المروري امتى؟ ايه الساعات اللي بيبقى فيها الشوارع زحمة؟ أنا سهلتها لك. Are busy. Number D. لما يكون الناس رايحين العمل في الصباح وراجعين تاني بعد الظهر تبقى كلها زحمة. What does the underlined pronoun them refer to? Roots. Roots. تمام. What do you think the underlined word crawling means? ماذا تعني؟ عارفين كلمة هي الكلمة دي معناها ايه؟ معناها يسحب يعني. معناها يحبو يعني. معناها ان واحد يمشي بالراحة خالص. سهلتها لكم اهو. Number B. Number B. Moving slowly. نخش على الأسئلة اللي بتخليكوا تعيطوا. What problem do drivers face after reaching a destination inside Cairo? بعد ما بيوصل لمكانه في مشكلة بتواجهه وهي There is no place to park their car.
طبعا فعلا اللي هي باركينج ذير كارز، ان هو مش بيلاقي مكان يركن فيه سيارته. What two problems do cars cause؟ السيارات سببت مشكلتين اللي هما they disrupt the traffic and they cause pollution. Excellent. إزعاج المرور وفعلا والتلوث. طيب how do traffic jams affect us؟ هذا يؤثر علينا، الازدحام ده بيأثر علينا في ايه؟ احنا كأشخاص بيضيع مننا ايه؟ These long lines of cars crawling into car into Cairo waste time and فعلا waste time and money. Why do you think parking problems make people anxious at anxious اللي هو يعني قلق at night، وتلاقيك متوتر وقلق بالليل؟ طبعا ده رايك يعني من ضمن الاراء، ان هو لان بعد الانسان ما بيتعب، يعني انت تطلعي من الشغل الساعه 2 وتفضلي قاعده في المرور لغايه الساعه 4 ولغايه ما ترجعي تدور لك كمان على ساعه عشان تركني، ف بيبل جيتس ذير هومز تايرد، تعبانين مرهقين، and couldn't sleep كمان من ايه؟ from the problems they have او they had faced التي واجهوها. ده الإجابات أهو اللي احنا اتكلمنا عليها حضراتكم أهي. Finding a place to park their cars دي كانت المشكلة اللي بتواجههم لما بيوصلوا لمكانهم. في مش عارف هيدي صبري طالعة نازلة ليه. They disturb the traffic and cause pollution. They waste time and money because they get home tired of the trouble they have faced المشاكل التي واجهوها. في حد تاني؟ فيش حد تاني. طيب تعالوا حضراتكم نشوف النوفل القصة. كولونيل ساب considers مايكلز بلان تو بي clever. فعلا يعني هو اعتبر ان خطة اخينا ده كليفر. راسندل طبعا دي مش حضراتكم ما درستوهاش. راسندل killed ماكس هولف unwillingly because يعني هو قتل ماكس هولف ده، هو ما بيحبش كده. ليه؟ لان دي اتس ات واز ا وور، ودي ده في الشابتر نمبر 7 وانتم ما اخذتوهوش. يعني ساب وستلت يعني برضو دي في الحياه اللي هو يعني معناها ايه؟ بدا يصفر. ليه احنا هنسيب ده السؤال ده مش وايد اسك انتونيت تو دو in his letter to her، ده كل ده مش عندنا يعني شال من المنهج يعني. Do you think that chief of the police did well at his job؟ طبعا هل تعتقد ان رجل البوليس كان يؤدي عمله جيدا؟ دي برضو من ضمن الاشياء اللي حضراتكم ما خدتوهاش. Give two examples to show that princess cared much for the king's life، يعني اديني امثله توضح ان هذه الأميرة كانت بتهتم بحياة الايه الملك. طبعا انت اكيد طبعا ناسينها. بعد الكورونيشن، بعد الكورونيشن ارسلت الخادم، فاكرين سنت ا سيرفنت تو اسك اباوت ذا كينجز هيلث، دي كانت من ضمن الاشياء. الحاجه الثانيه كانت كمان جيف هيم ادفايس تو بي كيرفول، تو بي كيرفول كان بتقول له كده. The Duke was a cunning planner. دي جات في الامتحان والعيال ما عرفوش كلمة cunning دي. cunning دي معناها ماكر، يعني تخلي بالكم ممكن يستخدمها. cunning اهو كده يعني مخطط ماكر. Do you agree؟ هل توافق؟ طبعا هقول yes. ليه انا اوافق على ذلك؟ لانه طبعا من خلال البلان، الخطة اللي وضعها to get rid of the king، لكي يتخلص من الملك without anyone causing accusing him of murdering، بدون ما حد يتهمه بالقتل. ده اللي هو كانت هذه الجزئية. هنخش على المحادثة. ده السؤال طبعا نمبر 4. Finish the following dialogue between Tamer and Ali in the middle of a square.
look at or look at that bigger over there. Bigger هنا معناه المتسول أو الشحات. Wait for me. هيعمل إيه؟ حتى علي رد عليه قال stop. Don't do that. ماذا قال له؟ I will give him money. فعلا هو قال أنا I will give him some money. طبعا هو هنا هي انا هاخد منه بيقول انا بعض من المال ونشوف هو ده اول اجابة اخدها منه I will give him some money طيب هدي له ماني مع فلوس خلاص ماشي يا عم احنا مصدقينك طيب don't do that لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك this encourage such people to be lazy فقال له طبعا سأله سؤال ايه سؤال السؤال سأله له كان رده انك بتشجع الناس ان يصبحوا كسالى ممكن اقول why do you say that هو طبعا هيقول له ليه طبعا هنا لحظه دي هو هيقول له ليه انت يعني مش عايزني اعمل كده ليه انت مش عايزني اعمل كده فطبعا قال له طبعا ادي السبب اللي احنا بنقول لحضرتك عليه انه على اساس انه why must اهي ادي كوبي ناخدها هنا عشان تبقى موجوده في مكانها لماذا لا افعل ذلك قال له ما اعملش كده ليه قال له لان ده this encourage such people to be lazy but even if he looks so حتى لو بدأ عليه ذلك you don't know whether he deserves it or يستحق ذلك او لا فقال له ولكن he needs help يحتاج الى المساعدة فعلا هو زي ما انت قلتي مثلا هو بيحتاج الى هذه المساعدة طبعا حتى لو بيقولوا حتى لو يعني كان هو بيحتاج الى هذه المساعدة حتى لو كان يحتاج الى هذه المساعدة لا يجب ان احنا نبدأ نساعد هؤلاء الناس لان ده هيبدأ يساعدهم على ان هم يصبحوا من الناس الكسالة وكان الشحاتين دلوقتي احسن مننا طبعا ومعاهم فلوس متلتلة even طبعا بعد كده السؤال الثاني طبعا جمله or not don't be so worried about them هو قال جمله هنا قال له ما تشيلش همهم يا عم شيل هم نفسك انت I am so worried about them يعني هو طبعا زي ما انت قلتي فعلا but I feel يعني اشعر بالقلق حول هؤلاء الناس اشعر بالقلق على هؤلاء الناس فقال له يا عم انت شيل هم نفسك يعني ما تشيلش هم هؤلاء الناس لانه دول يعني معاهم فلوس كتيره واحنا مش قدهم. Don't be sorry the people who deserve help surely get it. الناس اللي بيستحقوا المساعده اكيد هيحصلوا عليها. سالوا سؤال There are organizations that help such people. هناك منظمات تساعد هؤلاء الناس. ممكن له how do you know that؟ طبعا زي ما طبعا انت قلت اجابتك فعلا كلامك صحيح فهو بيسال طبعا اخينا قال يعني محتار مش عارف يساعدهم ازاي اساعد الناس دول ازاي قال له يا عم ما تقلقش من الموضوع ده هناك منظمات مسؤوله عن هذه المساعده وفعلا اجابتك اجابه صحيحه but I want to help these people. What can I do? أنا عايز أساعدهم أساعدهم يا عم. أعمل إيه؟ You can give your money to organization. فعلا أنت أدي فلوسك لهذه المنظمات اللي هي مسؤولة عن هؤلاء الناس ودي الإجابة كانت بتاعتنا الصحيحة اللي احنا عبيناها داخل المحادثة عشان تبقى انت عارف الإجابة ماشية معاك ازاي فأنا يعني هشيل الزيادات دي على أساس
لما تذاكر ما تقولش ايه اللي كان ناقص هنا واحنا ما عملناهوش، لا دي السبيس كبيره شويه، وهنا تم تصحيح كل الفقرات اللي موجوده داخل المحادثه. وبنختم في النهايه بالترجمه. The internet allows people to send messages and emails to any person all over the world in seconds. في ثواني. من يجيب عنها؟ تفضل. تفتيح شبكة الانترنت للناس، ارسال الرسائل والرسائل الالكترونية الى اي شخص في جميع انحاء العالم في ثواني معدودة. برافو عليكي. الثانية كمان. منذ وجود الإنسان في هذا العالم، العالم الهائل، العالم الهائل وهو يحارب، تمام، وهو يحارب الطبيعة ويسارع الطبيعة. إجابة صحيحة، برافو عليك. يلا كده عشان سكتة النهاردة اختمي لي آخر مراجعة كده. ها، تناول الوجبات السريعة، تناول آسف الوجبات السريعة يوفر الوقت لكن ربما يضر بالصحة لما بها من مواد صناعية كثيرة. وجبة سريعة يعني فاست ميل. إذا فاست ميل. أيوه. Eating fast meals. ماله؟ Saving time. Saves time. But يضر يعني يضر، ده بلاوة متلتلة، في هارم. تمام. ما احنا قلنا كده ايه؟ but it may be harm. يضر مين؟ يضر مين؟ مر هيلث. تمام. لما يعني لأن؟ نقول أيوة. لها يبقى زي يوجد بها. زي هاف يعني، زي هاف. مواد صناعية كثيرة، يبقى صناعية كثيرة، صناعية مواد. ايه ماتريال؟ بقول لك تجيبها من ورا لقدام، كثيرة صناعية مواد. هنا طبعا ده عبارة عن اسم، ده الناون ودي الادجكتيفز، يبقى ببدأ بالادجكتيفز دايما من ورا لقدام. يبقى سيفرال صناعية، ارتفيشال، وكلمة مواد اللي انت قلتيها حضرتك ممكن. طيب اللي هي ممكن سبستانز وممكن ماتيريالز وممكن الحاجات دي كلها. ان لم تقلع عن التدخين فسوف تمرض، هل فهمت الرسالة؟ ان لم تقلع عن التدخين تقبل ازاي؟ If you don't stop smoking. If you don't تقلع عن give up smoking. قاعدة F في الحالة الأولى. You will become sick ده ما تنفعش ورا ولا على طول، عايزين فعل. You will become sick أو you will become ill. Do you understand the message? Message أو have you got the message أو have you got the message. احنا كده حضراتكم لو اذكر احنا عملنا ايه من ساعه ما بدانا. احنا بدانا مراجعات في البدايه، بدانا نشرح جزء واحده، وبعدين بدانا بنحل مجموعه من التمارين او بنحل مجموعه من الامتحانات على الترم الاول وعلى الترم الثاني. وكده احنا انتهينا من مراجعه المنهج كاملا، المنهج كامل. ربنا وفقنا الحمد لله، وربنا يجعله يعني يتقبل هذا العمل عنده إن شاء الرحمن. ده اللي هو النهاية، نهاية لقائنا مع حضراتكم. بعد كده إن شاء الرحمن هنلتقي بالحتة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها اللي هي التركات. أنا يعني في صديق يعني في كتاب العمالقة اللي هو جاينتس ده منزل تركات حلوة خالص، أنا يعني هحاول أحلها مع حضراتكم ونشوفها من خلال الحلقات القادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.